قال رحمه الله: باب القرض. نعم، بدأ المصنف بعد ذكره لهذه الأبواب السابقة بذكر باب القرض، وانتبهوا لمسألة مهمة: كثير من الناس لا يفرق بين الدين والقرض، والفرق بينهما كبير، فإن بينهما عموم وخصوص مطلق وليس وجهيا، وإنما عموم وخصوص مطلق. فكل قرض دين، وليس كل دين قرض. الدين له أسباب متعددة، منها القرض، ومنها السلم، ومنها البيع المؤجل، ومنها ضمان المتلفات. فمن أتلف لغيره شيئا ففي ذمته دين بسداد قيمة هذا المتلف، ومنها غيرها من الأمور، كلها أسباب للدين. إذن الدين بابه واسع. الدين كل ما كان في الذمة، إما بسبب عقد أو بسبب تصرف كإتلاف مال الغير. بينما القرض هو أحد أسباب الدين. إذن القرض عقد، والدين أثر. القرض عقد والدين أثر. جزاك الله خير، سقاك الله من قرض مبني. طيب، إذن انتبه. فإذا جاءك رجل وقال علي دين، ما سببه؟ اسأل ما سببه، فيختلف السبب. طيب، القرض هذا ما هو؟ القرض عقد من عقود التبرعات، فلا يلزم أحد على القرض، إذن هو عقد تبرع، هذا أمر أولا. ثانيا، الفقهاء يقولون عقد القرض عقد جائز. عقد جائز، ما معنى كونه جائز؟ وبضدها تتميز الأشياء. ماذا عكس الجائز؟ لازم. عقد القرض ليس بلازم، بمعنى إذا أقرض شخص آخر 1000، فجاء المقترض وسددها بعد يوم، فيجب على المقرض اللقبول، يجب أن يقول خلاص قبلت، لأنه عقد جائز. والعكس، فالفقهاء يقولون على المشهور، وعندي قاعدة دائما أكرر الإخوان يعرفون، إذا قلت على المشهور فمعناه أن في المسألة خلافا قويا. على المشهور يقولون إن القرض لا يتأجل بالتأجيل، فيكون جائزا ولو أجل. وبناء عليه، فلو أقرضتك 1000 وقلت سددها لي في رمضان، ثاني يوم قلت لك تعال أبو الحسين عطني 1000، يجوز لذلك، ويجوز أن أبيع متاعك لأجله. قالوا لأنه قرض، فالقرض عقد جائز، ومن لوازم الجواز أن لا يتأجل بالتأجيل، بخلاف الدين الذي هو بسبب البيع. فالدين الذي بسبب البيع لازم، فيتأجل بالتأجيل، ولا يحل لي أن أطالب به قبل حلول الأجل. واضحة؟ إذن هذا معنى التأجيل. القرض أيها الإخوة عقد فاضل يحبه الله جل وعلا، هو محبوب عند الله عز وجل، بل قد ألف ولي الله العراقي كتابا كاملا وهو مطبوع، في جمع الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فضل من أقرض لغيره مالا. ومن الأحاديث في ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أقرض مرتين فكأنما تصدق مرة، فمن أقرض غيره 1000 فكأنه تصدق 500. والمقرض هذا إذا تساهل في السداد، في قبض وأداء الدين عن المقترض، فإن الله عز وجل يهون عليه يوم القيامة. ولذا أيها الإخوة، فإن القرض من الأعمال الفاضلة عند الله جل وعلا، المحبوبة عنده سبحانه وتعالى. ولكن قبل أن نبدأ بفقه هذا الباب، نحن أفسدنا على أنفسنا. لماذا؟ إذا أخذنا دينا ببيع وتمويل من البنك، أعطيناه كفيلا، وأعطيناه رهنا، وأيتناه مواثيق وأيمانا للسداد. وأما إن أخذت من ذلك المحسن دينا عن طريق القرض وهو محسن قد اقتطع بعض ماله، ظننت أن هذا القرض لا يسدد، فأبدأت بمماطلته يوما بعد آخر، ولم أعطه من توثيق الدين شيئا، بل لربما ظن كثير من الناس أن هذا الدين بسبب القرض لا يكون دينا وإنما يكون تلفا. ومن المثل الجاري عند الناس: السلف، بمعنى القرض، السلف تلف. بخلاف إذا أقرضته بسبب بيع تجد حريص على السداد، لأنك أخذت منه مواثيق. ولذلك أيها الموفق، إذا استقرضت من مسلم فأعطه، وإن كان مستحيا منك ألا يطلب منك كفيلا أو ضمينا أو رهنا
أو تحويل للراتب من البنك وغيره ليكون البدل منك، فإن هذا الذي أقرضك له فضل بإقراضك، وليكن همك في سداد هذا الدين أفضل. ولذلك لما كان الناس يماطلون في سداد الديون أصبح الناس لا يقرضون، وأصبح الناس يذهبون لمن يأخذ عليك أضعافا مضاعفة، إما بطريق حلال أو بطريق حرام. ولو أن كل مقترض راقب الله عز وجل في القرض لكان الأغنياء يتقربون إلى الله جل وعلا بالقرض، ولكن كثيرا من المقترضين أثموا، فبسبب إثمهم وظلمهم وجورهم رفع فعل هذا الشيء عن كثير من الناس، أو رفع هذه الفعل عن كثير من المحسنين. إذن المقصود من هذا الأمر أن القرض فاضل لكن له أحكام سيريدها المصنف بعد قليل. نعم. قال رحمه الله تعالى: يصح بكل عين يصح بيعها إلا بني آدم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: كل عين يصح بيعها فإنه يصح قرضها. كل شيء يصح بيعه، وقد سبق معنا أن الأشياء التي يصح بيعها هي المباحة النفع دون النجاسات ومحرمة العين كالخمر والخنزير ونحوه. ومما يصح بيعه كل معين، كل معين سواء كان مما له مثل أو لا مثل له، فيصح قرض المثليات ويصح قرض القيميات. فمن أقرض غيره ريالات يرد له مثلها فيكون مثليا، ومن أقرض برا أو شعيرا أو تمرا فيرد مثله، ومن أقرض قيميا، والقيم مثل التفاح والفواكه، فإنه يرد قيمتها ولا يرد مثلها لأنه ليست مثلية. إذن يصح بكل عين يصح بيعها، فكل الأعيان يصح قرضها إلا بني آدم. كل الأعيان التي يصح بيعها، أما ما يحرم بيعه فلا يصح قرضه إلا بني آدم. بنو آدم يصح بيعهم متى؟ إذا كانوا أرقاء. والرق، ودائما أكرر هذه المسألة، الرق لم يبق منه الآن شيء، لأن ميثاق الأمم المتحدة يلزم الدول جميعا بتوقيع تعهد لإلغاء الرق، وهذا جائز شرعا، إذ الشرع متشوف للرق لإلغاء الرق، ولذلك ضيق أسبابه ووسع في أسباب إلغائه، فجعل الذي يحلف يمينا ويحنث فيها يعتق رقبة وغير ذلك من الأسباب. فالشرع متشوف للرق من جهة، ولأنه متقرر عند أهل العلم كثيرا أنه يجوز لولي الأمر تقييد المباحات، شوف التعبير، تقييد المباحات وليس تقييد الواجبات والمشروعات، وإنما تقييد المباحات للمصلحة، وهذه فيها مصلحة عظيمة، لأن الرق منذ أكثر من 700 سنة أغلبه ليس رقا شرعيا. وقد ذكر الحافظ ابن حجر الهيتمي صاحب التحفة من علماء الشافعية، وهو من علماء مكة، بل هو فقيه مكة وفقيه الشافعية في زمانه، المتوفى سنة 973 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، أن أغلب الرق في ذلك الزمان كان رقا غير مشروع، وإنما هو رق مسروق ورق منهوب أو مكتسب من غير طريق شرعي. ولذلك فإن منع الرق شرعا جائز، وهو من باب تقييد المباحات، وقد تكلمت عنه في غير هذا المحل. ولذلك فإن قول العلماء إلا بني آدم، أي يجوز بيع بني آدم إن كان سبب الرق فيهم صحيحا، إن كان سبب الرق فيهم صحيحا، وقد التغت أغلب هذه الأسباب، فيجوز بيعه ولا يجوز ولا يجوز قرضه، لا يجوز أن يقرض، لأنه يترتب على القرض بعض المعاني. نعم. قال رحمه الله: ويشترط علم قدره ووصفه، وكون مقترض يصح تبرعه. نعم. قال: يشترط في القرض علم قدره، أي علم قدر المال المقترض ووصفه وصفته لكي يعطى مثله أو بدله، فيجب أن يكون معلوما، لأنه من عقود التبرعات لكنها فيها معنى المعاوضة، فيها معنى المعاوضة، فهو تبرع من جهة أنه لا ربح فيه لكنه فيه معنى المعاوضة. قال: ووصفه، أي صفته. وكون مقرض يصح تبرعه، هذه مسألة مهمة جدا يقع فيها خطأها كثير من الناس. ما معنى هذه الكلمة؟ لا يجوز أن يقرضك شخص لا يصح تبرعه. ومن الذي يصح تبرعه؟ البالغ العاقل الذي ليس محجورا عليه لسفه. فإذا وجدت هذه الشروط الثلاث، وهو الرشد والبلوغ والعقل، جاز القرض، لأن هؤلاء لا يصح تبرعهم. نعم، بعضهم يصح بيعه لكن لا يصح تصرفه. المميز يصح بيعه في الأشياء القليلة وما أذن له فيه لكن لا يصح تبرعه. المحجور عليه لسفه يصح
بيعه ويصح شراؤه، لكن لا يصح تبرعه، لا يصح تبرعه، لكن يصح اقتراضه. إذا لا يصح القرض ممن لا يصح تبرعه. ما الخطأ الذي يقع من بعض الناس؟ بعض الناس يكون وصيا أو وليا. ما الفرق بين الوصي والولي؟ الوصي بإصاء من الأب قبل وفاته، والولي بتولية من الورثة أو من القاضي على قاصر، كأن يكون صبيا أو مجنونا أو محجورا عليه لسفاه. هذا الولي قد تكون عنده أموال كثيرة جدا، هل يجوز له أن يقرض أموال المحجور عليه أم لا؟ القاصر، هل يجوز له أن يقرض أموال القاصر؟ ما يجوز، لأن هذه الأموال هو وكيل عن القاصر، فلا يجوز له أن يتصرف فيها إلا فيما فيه منفع، وهذا لا منفعة فيه. لا يجوز إقراض هذا المال إلا في حالة واحدة، إذا كان في القرض حفظ المال. بعض الناس عنده مال لقاصر، طبعا غير الابن، الابن مأذون لأن أنت ومالك لأبيك، لكن غير ابنك، أنت ولي على مال شخص غير الابن، ويخشى على المال أن يسرق، فيذهب لأبي حاتم لأنه يعلم أن أبا حاتم عنده من الملاءة والقوة شيء الكثير، فلكي لا يضيع المال يقول يا أبا حاتم أقرضتك المال لأجل حفظ المال لخوف في البلد، فهنا للمصلحة جاز إقراضه، وإلا فلا يجوز إقراض مال المحجور عليه أو القاصر، لأن الولي لا يعمل إلا ما فيه مصلحة. هل يجوز القراض فيه أم لا؟ القرض لا يجوز، والقراض، في حد يعرف الفرق بين القرض والقراض غير أبي عبد الرحمن؟ لكي أعرف الذين عندي غير عبد الله. طيب أبو عبد، نعم شيخ، نعم القراض يجوز، لأن القراض هو عقد المضاربة، وأما القرض فلا يجوز، لأن المضارب القرض هو إعطاء المال فيرد مثله، فلا ربح فيه لصاحب المال. القراض يجوز لأنه عقد مضاربة، هو عقد المضاربة. نعم. قال نعم. ويتم العقد بالقبول ويملك ويلزم بالقبض. نعم، يقول الشيخ ويتم العقد بالقبول ويملك، لكن الملك ليس تاما إلا بعد القبض. يعني لو أن امرأ قال لآخر أقرضتك ألفا، فإنه بمجرد التلفظ تم العقد وملك المال، لكنه ليس ملكا تاما، لأن الملك التام يكون بالقبض ويترتب عليه قضية الضمان، فحينئذ يجوز له إسقاط فيحيل الملك، هذا يترتب عليه الإحالة. فلو أن زيدا قال لي أقرضتك ألفا وشخص قد أقرضني ألف، فيجوز لي أن أحيل هذا المال على المقرض، لأن هذا يدل على ملكي لهذا المال، ونحن نعلم أنه إنما يجوز الإحالة على من لك في ذمته مال، وهذا بقي المال في عنده، فيجوز الإحالة عليه، لكنه ليس ملكا تاما فلا تلزم زكاته لأنك لم تقبضه، وذلك يقول ويلزم بالقبض. هناك قاعدة دائما أكررها فاحفظوها، العقود باعتبار القبض ثلاثة: عقود لا تصح إلا بالقبض، وعقود لا تلزم إلا بالقبض، وعقود لا يصح نقل الملك فيها إلا بالقبض. العقود دائما نكررها، ذكرتها في أول البيع وذكرتها في السلم إن لم أكن واهما. العقود ثلاثة: عقود لا تصح إلا بالقبض، وهما عقدان، ما هما؟ عقد الصرف وعقد السلم، فإذا لم يقبض رأس المال في السلم فالعقد باطل، والصرف إذا تفارق من مجلس التعاقد ولم يقبض المال من الطرفين فالعقد باطل. النوع الثاني: عقود تصح لكن لا تلزم إلا بالقبض، وهي الهبة، ومثل الهبة أو من صور الهبة ماذا؟ القرض، فإن القرض مندرج في معنى الهبة، فالهبة لا تلزم إلا بالقبض. النوع الثالث: عقود تصح وتلزم بلا قبض، لكن لا يجوز نقل الملك إلا بعد القبض، ذكرته في باب البيع، فإن فقهاءنا يقولون المكيل والموزون لا يجوز بيعه إلا بعد قبض، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يحوزه التجار إلى رحالهم، وفي اللفظ الآخر حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري، وعلمنا أن القبض يكون بكيل المكيل ووزن الموزون. نعم. فلا يملك المقرض استرجاعه ويثبت له البدل حالا. نعم، يقول الشيخ، يقول إن من آثار معرفة لزوم القرض، والآثار متعددة منها ما ذكرت لكم قبل قليل، أن المقرض
لا يلزم له أن يسترجع عين المال وإن قلنا بالتعيين في النقد. شوف هناك نقد وهناك غير النقد. النقد هل يتعين بالتعيين؟ أما غير النقد فيتعين بالتعيين وجها واحدا. رجل أقرض آخر 500 من ورقة واحدة يجوز له أن يرجع فيها وقت ما يشاء يرجع فيها، لكن إن رجع بعد القبض فإنه يرجع بمثلها ولا يرجع بعينها، فيجوز للمقترض أن يعطيه بدل هذه 500 عشر 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 أو ريال 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 ريال. يعني لو أن رجل اقترض من آخر 1000 فرد له الآخر هذه 1000 كل ريال وحده على شكل الريالات هذه الحديد، هل يجوز له ذلك؟ نعم يجوز، فيجعله يعد 1000 حبة حبة يجوز، لأنه لا يلزم العين وإن تعينت بالتعيين. ومثله يقال في المطعومات، فقد يكون له غرض ولو كان موجودا في العين، فيجوز له أي للمقترض أن يرد البدل، لذلك قال ويثبت له البدل حالا. نعم. كان متقوما فقيمته وقت القرض. يقول الذي يثبت في الذمة هو إذا كان المثل في المثليات والقيمة في القيميات. متى تقدر القيمة؟ وهذه مسألة دائما ترد، متى تقدر القيمة؟ أنا عندما أقرضك جرام ذهب، عندما أقرضك جرام ذهب وترد لي قيمته، هل العبرة بقيمته وقت الإقرار أم العبرة بقيمته في وقت السداد؟ نقول العبرة بقيمته في وقت الإقرار، في وقت الإقرار، هذا في القيميات. أما المثليات مثل الذهب، الذهب مثلي، أنا عبرت مثل الذهب مثلي ليس قيمي، القيمي مثل المصنوعات ومثل التفاح وغيره. أما القيميات مثل الذهب فيجب أن يرد عينه، يجب أن يرد العين. فإذا أراد أن يأخذ البدل فإنه يأخذ البدل بقيمته وقت السلم، وقت التسلم. إذن أعيد العبارة لأني أخطأت في المثال، أخطأت في المثال لأني أفكر في التي بعدها. الشخص إما أن يقترض مثليا أو أن يقترض قيميا. المثلي مثل الذهب كله مصنوعا أو غير مصنوع يسمى مثليا، والقيمي مثل الكتب ومثل المصنوعات وغيرها. القيمي العبرة عند سداد القرض بقيمته. متى قيمته؟ في وقت الإقرار ولا وقت السداد؟ العبرة بوقت القرض. القيمي العبرة بوقت القرض، ولذلك قال فقيمته وقت القرض، العبرة بقيمة وقت القرض. فلو زادت القيمة أو نقصت لا عبرة به. وقت ما أقرضتك كم قيمة الكتاب هذا؟ كم قيمة الكرسي هذا؟ هذا قرض، لأن القرض يبيح إتلاف العين، القرض يبيح إتلاف العين. إذن هذا ما يسمى القرض. لكن في المثل القرض القيميات، القرض في المثليات يجب رد المثل، الذهب، البر، الشعير، المكيلات والموزونات يجب رد ماذا؟ المثل. فإن اتفقا هما جميعا برد بدله أو قيمته جاز، لكن ليس بسعره يوم القرض، وإنما بسعره الآن، بمعنى السعر الآن أي بالسعر الذي يتفقان عليه الآن، ليس بسعر السوق كما ذكرت لكم بالأمس. أرجو أن تكون المسألة واضحة. هذا التقسيم في هذه المسألة وفي غير المسائل إذا عرفت التقسيم يكون حاصرا لمسائل الباب، دائما التقسيم حاصر. فاحرص دائما الفقه، يقول بدر الدين الزركشي نخرج قليلا نغير الباب، دائما الفروع الفقهية بعضها بعد بعض يجعل الواحد يمل، فلذلك الواحد يغير، كما كان ابن عباس رضي الله عنه يقول أعطونا نحمض الإبل تأكل الحمض علشان إذا أكلت كثير يسهل عليها فتحمض به، فأحيانا في أثناء الدرس تحمض بشعر وقصص وغيره. العلماء يقولون إن الفقه يعرف بثمانية أشياء، هذه ذكرها بدر الدين الزركشي في أول كتاب المنثور. من هذه الأشياء معرفة التقسيم، فدائما احرص على معرفة التقسيم. ولذلك هناك كتب ألفت وأفردت في معرفة التقاسيم، وتسمى هذه الكتب كتب الخصال والأنواع. الكتب التي تسمى بالخصال والأنواع تعنى بالتقاسيم، فتقول لك هذا أقسامه كذا وشروطه كذا وأنواعه كذا. أدرجها بعض المتأخرين في الأشباه والنظائر، فجعلوا من الأشباه والنظائر التقاسيم. طيب نرجع لكلامنا،
إذن يقول الشيخ نعم نعم فضل. قال ما لم يكن معينا أو فلوسا ونحوها فيحرمها. ما لم يكن معيبا، لأن لو كان معينا ما يصح. ما لم يكن، ليش يكون معين؟ لأن من أقرض نفس آخر عينا، شوف من أقرض آخر عينا، فإن أقرضه فإن أباح له المنفعة فقط دون العين فهذا لا يسمى قرضا، وإنما يسمى عارية. من أباح له المنفعة دون العين، دون إتلاف العين، هذا يسمى عارية له أحكامها. وإن أباح له العين والمنفعة معا فيسمى قرضا، على أن يرد له بدلها، هذا يسمى القرض وهذا يسمى العارية. إذن فلا بد أن يقول فمثله ما لم يكن معيبا، أي إن لم يكن البدل والمثل معيبا. نعم. قال أو فلوسا ونحوها فيحرمها السلطان فله القيمة. نعم، هذه المسألة ذكرتها بالأمس وهي مسألة الفلوس، أكررها مرة أخرى لأن بعض الحاضرين لم يكن حاضرا معنا بالأمس. الفلوس المراد بها ليست الأوراق النقدية، وإنما هي كان يسك بعض الولاة في بعض الأزمنة مثل الدراهم والدنانير من النحاس أو من الحديد، عملات يتعاملون بها ويشترون فتسمى فلوسا، ليست ذهبا ولا فضة، ليست دنانيرا ولا دراهم، هذه تسمى فلوس. هذه الفلوس أصلها نحاس، فإذا أقرضتها لغيرك فقد تكون أقرضتها لقيمتها، وقد تكون أقرضتها لمثلها، مثلها لأنها نحاس، وإن أقرضتها لقيمتها لأن الوالي قد جعل لها قيمة، قد جعل لها قيمة. ولذلك يقول المصنف ما لم يكن معيبا أو فلوسا ونحوها فيحرمها السلطان، أي يلغيها السلطان. وذكرت لكم بالأمس أن بعض الولاة وخاصة في وقت المماليك كان يجعل الفلوس مدة 5 سنوات أو 3 سنوات، فيجمع أموال الناس ثم يلغيها ويأتي بفلوس جديدة، أو ينتقل لبلد أخرى ويأخذ أموال الناس. ولذلك ذكر أن من أشد الظلم الظلم بالفلوس، يأخذ الذهب والفضة من الناس ويبقي عندهم نحاسا لا قيمة له. فحينئذ قال فيحرمها السلطان فله القيمة، أي فله قيمة الفلوس. وهذا الذي أخذ منه فقهاء المجمع الفقهي المسألة التي ذكرت لكم بالأمس، أن من أقرض آخر قرضا أو ثبت عليه دين في ذمته، ثبت عليه دين في ذمته من العملات النقدية المشهورة كالذهب كالريالات والدنا والجنيهات والدولارات واليورو وغيره، ثم بطل العمل بهذه العملة، بطل العمل بها، أو تضخمت تضخما كبيرا لطول مدة الدين كأن يكون 20 سنة أو أكثر، أو أكثر يعني تضخم كبير جدا، فقد صدر الحكم أو القرار الفقهي من المجمع أنه يجوز للقاضي أن يقومها بسعر الدين ذهبا أو فضة، يقومها بسعر الدين ذهبا أو فضة إذا التقت تعامل بهذه النقود. وهذا موجود، فإن رجلا مر على المحكمة في السنة الماضية يقول أقرضني فلان 50,000 قبل 75 سنة ورد له هذه 50,000، فقال المقرض قال هذه 75,000 قبل 50 سنة أستطيع أن أشتري بها نصف الرياض، وأما الآن فلا تأتيني ربما بخمسة أمتار، فكيف تقول أرد لك نفس 50,000 الأولى؟ فتختلف الحكم. إذن فيجب أن تقوم بالسعر الأصلي وهو قيمة الذهب والفضة في ذلك الزمن، وأشرت لها بدرس الأمس. نعم. رحمه الله. ويجوز شرط رهن وضمين فيه. نعم، يجوز شرط رهن، وسنتكلم عن الرهن بعد قليل، وضمين. وفقهاؤنا إذا أطلقوا الضمين فيقصدون به ضم ذمة إلى ذمة التزام الحق، وهو الذي يسمى بالكفالة عند الناس. نعم. قال ويجوز قرض الماء كيلا والخبز والخمير عددا ورده عددا بلا قصد، بلا يقول قصد يجوز كيلا. قرض الماء كيلا كأن يكون الشخص له بئر مشترك فيه مع غيره، البئر إذا كان بين اثنين فإنه يؤخذ بينهما بالمهايئة، كل يوم ينزح أحدهم منها سقياه، فيأتي أحدهما فيقول أريد أن آخذ من هذا البئر أو آخذ من هذه السقيا مقدار كذا وكذا وسأرد لك مثلها غدا، يجوز ذلك وإن كان الماء في أصله مباحا لكنه يملك بالحيازة كما ذكرت لكم في الدرس الماضي. قال والخبز يجوز قرضه، والخمير كذلك ورده عددا بلا قصد زيادة، مع أن الخبز الخباز قد يزيد وينقص، وإن كانت البلدية الآن تشدد على الخبازين فتلزمه
وزن كل خبزة بعدد دقيق من الجرامات، لكن في الزمن الأول مقياسه بالنبض، والعوام عندنا يقولون عين الحر مقياس، فأحيانا هذا الخبز بمقياس الخباز متقارب، وإن كبر قليلا أو قل قليلا فإنه يعفى عنه للحاجة إلا إذا تعمد ذلك، وذلك قال بلا قصد زيادة، إذا تعمد الزيادة فإنه لا يكون جائزا. نعم. قال رحمه الله: وكل قرض جر نفعا فحرام. نعم، هذه قاعدة مهمة ورد فيها أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يصح إسناده، وإنما ثبت عن عدد من الصحابة وأجمع عليه العلماء، أن كل من أقرض غيره قرضا، وفي معنى القرض كل دين ثبت في الذمة، إذا أخذ المقرض أو الدائن على هذا القرض نفعا، سواء كان النفع عينا كزيادة في القرض أو منفعة كسكن دار ونحوه، فإنه يكون ربا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا، كل النفع الذي يكون مع القرض يكون ربا، إلا نفعا واحدا، وهو النفع الذي يكون لمصلحة سداد الدين كالسفتجة، ويصح فيها التثليث السفتجة والسفتجة والسفتجة. والسفتجة هو أن يقترض شخص من آخر قرضا على أن يردها له في بلد آخر، فهنا طريقة الوفاء من مصلحة المقترض والمقرض لمصلحة الدين نفسه، فحينئذ يجوز. ومن أمثلة المنفعة التي تكون لمصلحة الطرفين القروض التي يقرضها الناس للبنوك، فإن الحساب الجاري الذي يكون في البنك أغلب المعاصرين يصنفونه على أنه قرض، وهو كذلك. فالحقيقة أنك تقرض البنك، بدليل أنك إذا أقرضت، إذا وضعت المبلغ في البنك ولزم القرض بقبض المحاسب له ثم تلف بعد ذلك، فإنه يرد، يبقى في ذمة البنك، ولو احترق البنك ولو سرق البنك يجب على البنك أن يرد، فدل على أنه قرض وليس وديعة، فحينئذ يضمن بالتفريط وعدمه، كما أنه لا يلزمه أن يرد لك عينا ما أقرضته، وإن قلت بالتعيين، مع أن فقهانا يقولون بالتعيين في الوديعة، في الأثمان تودع، وافقت المذهب الإمام مالك. إذن فالحساب الجاري، ليس حساب التوفير، حساب الجاري أغلب المعاصرين يصنفونه على أنه قرض. طيب، أنا عندما أضع حسابا جاريا في البنك أنا أستفيد فوائد، من هذه الفوائد أولا يعطيني القرض البنك بطاقة، فأذهب لأجهزة الصراف هذا الـ ATM فأسحب، أليست هذه منفعة؟ هل أنا أقرضته وأخذت منفعة؟ تجوز ولا ما تجوز؟ لا نعلم. من المنفعة كذلك أنه يعطيني الهاتف المصرفي بالهاتف، ويعطيني موقعا، ويعطيني صلاحيات في تحويل مبالغ مالية وهكذا، إذ لو لم يكن عندي حساب عنده لما حول المال إلا بنسبة وهكذا. نقول إن هذه الخدمات التي يقدمها البنك لمصلحة السداد والوفاء، فحينئذ تجوز، كل هذه تجوز ولا حرج فيها، لأنها متعلقة بسداد الدين وصفة، وهي متعلقة والمصلحة متعلقة للطرفين معا. نعم. قال رحمه الله: كأن يسكنه داره أو يعيره دابته أو يقضيه خيرا منه. نعم، هذه مسألة انتبهوا لها، مثل المصنف رحمه الله تعالى بالمنفعة في القرض التي لا تجوز، والأمثلة أكثر من أن تحصى. قال: كأن يسكنه دارا، بعض الناس يقول يا محمد أقرضني هذا المبلغ وهذا البيت اسكنه، هل يجوز ذلك؟ ما يجوز، لأنه أخذ من القرض منفعة، وما هي المنفعة؟ سكن الدار. طيب، شوف الصورة الثانية قريبة منها، بعض الناس، وهي سنتكلم عنها إن شاء الله، لا أظن لا يمدينا اليوم لأن تأخرنا، لكن سنتكلم عنها غدا. بعض الناس يقول أقرضني هذا المبلغ 1000 أو 2000 أو أكثر، والدار رهن لك أو السيارة رهن لك، يقول قبلت، يجوز لما يجوز؟ يجوز، قلنا قبل قليل ويجوز شرط رهن وضمين. طيب، هذه الدار قال خذ المفتاح وخذ مفتاح السيارة، فجاء الدائن فسكن الدار وركب الدار وركب السيارة، يجوز ذلك أم لا؟ طيب الرهن، ما يجوز بإجماع أهل العلم، لا يستثنى من ذلك إلا ركوب الدابة المعلوفة، وسنتكلم عنها في محلها في الدرس القادم إن شاء الله أو إن أمكن اليوم. واضح؟ لا يجوز أخذ منفعة في القرض ولو كانت المنفعة لعين مرهونة، وهذا خطأ يقع فيه كثير من المسلمين،
خطأ كثير من الناس في الرهن من جهتين، هذه إحداهما وهو الانتفاع بالرهن. وقد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يغلق الرهن من صاحبه، يجب أن تكون المنفعة لصاحبه فلا يغلق الرهن من صاحبه. طيب قال أو يعيره دابته يعني لينتفع بها، ما يجوز ولو كان شرط إعارة وهو التبرع، لأن التبرع إذا شرط في غيره كان معاوضة فيكون كالمعاوضة، إذ الشرط يقلب العقد إلى عقد آخر. قال أو أن يقضيه خيرا منه، انتبه لهذه المسألة، هذه مسألة مهمة انتبهوا لها. يقول العلماء من قال لآخر أقرضني على أن ترد لي خيرا منه لا يجوز، لا يجوز. طيب وإن كان شخص يعرف أنه إن من أقرضه فإنه يرد خيرا منه فلا يجوز كذلك أخذ الزيادة، وسأتكلم عن الزيادة عند الوفاء بعد قليل، والزيادة في الوفاء احتاط لها فقهاؤنا احتياطا شديدا سأذكره بعد قليل. نعم. قال رحمه الله وإن فعل ذلك بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز. نعم انتبهوا معي، سأذكر لكم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأذكر لكم الإشكال فيه. ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه استسلف بكرة فلم يجد ردها فرد خيرا منها، ثم قال خيركم خيركم إيش قضاء أو خيركم خيركم وفاء، فمن اقترض من غيره قرضا ثم رد خيرا منه فإنه مأجور على ذلك. لكن ما المراد بأن يكون خيرا منه؟ نقول أن يكون خيرا منه صفة، أن يكون خيرا منه صفة، لا أن يكون خيرا منه قدرا أو زيادة. انتبه انتبه، هذه مسألة دقيقة انتبهوا معها، أنا سأشرح كلام المصنف، قد يكون في المسألة خلاف لكن نمشي على كلام المصنف. من اقترض من غيره قرضا فخير الناس خيرهم وفاء للقرض بأن يكون يؤدي القرض في وقته وأن يؤديه كاملا وأن يرده خيرا منه صفة، أن يرده خيرا منه صفة، مثل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بكرة ثم ردها أعلى منها كحقة ونحوها فردها خيرا منها، أو بنت مخاض فردها أعلى فتكون أعلى صفة. وأما إن رد القرض أكثر منه عددا، أخذ من اقترضت ألفا فرددتها ألفا ومئة وقت السداد يقول لا يجوز، أو رددتها مع زيادة رددتها ألفا وقلم يقول لا يجوز. لماذا؟ لكي لا يكون ذريعة للربا وهو جر المنفعة. كيف يكون ذريعة؟ أنا عندي عبد الله وعندي أبو حاتم محمد الشيخ منصور، عندي منصور وعندي عبد الله، أنا أعلم أن منصورا إذا أقرضته الألف يردها لي ألف ومئة، بينما عبد الله إذا أقرضته الألف لن يرد لي إلا الألف، فهذا الذي سيرد مع الزيادة بيننا عرف، والمعروف عرف عرفا كالمشروط شرطا، فلذلك منعوا منه. بخلاف الصفة فإن الصفة يعفى عنها لأنه قد لا يجد الصفة، وقد سبق معنا أن في السلم يتهاون في الصفة، هذا هو المشهور عندهم، هذا هو مشهور قول فقهائنا. وأما القول الثاني فيجوز الزيادة عددا وصفة بشرط أن لا يكون مشروطا وأن لا يكون متعارفا عليه، بأن لا يقرض إلا من يرد مع الزيادة. والحقيقة أن قول فقهائنا فيه احتياط، فإنه يوجد في زماننا الآن كثير من الناس يقول أريد ألفا بألف وخمسمائة وهو الربا، ولكن يقول لن أكتبه في العقد، أنا سأأخذ منك ألف وسأردها لك ألف، ويرسل لك شخص يقول ترى زيد من الناس معروف إذا أخذ منك الألف لا يردها ألف وإنما يردها ألف وخمسمائة، فحينئذ يكون حيلة على الربا. ولذلك فقهاؤنا احتاطوا، أشد الفقهاء رحمة الله عليهم في الاحتياط من باب الحيلة فقهاء مذهب الإمام مالك وفقهاء مذهب الإمام أحمد، فهم من أكثر الناس إغلاقا لهذا الباب وسدا لذرائعه. نعم. قال بلا مواطأة، عرفنا المواطأة وهي المشارطة، فإنه لا يجوز ولو بباب الصفة. نعم. قال رحمه الله ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد القرض ولا مؤنة لحمله لزم ربه قبوله مع أمن البلد والطريق. نعم، لأنه لا مؤنة فيه فلا خسارة في نقص المال ولا ضرر
عند وجود الخوف، وهذا معنى قولي مع أمن البلد والطريق. بذلك نكون أنهينا باب القرض في وقت الرهن ولا باب الرهن؟ نعم، بدأ المصنف يتكلم رحمه الله تعالى عن الرهن، والرهن جائز في شرعنا، فقد قال الله جل وعلا: فرهان مقبوضة، وهو محكم بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام اقترضه منه صلى الله عليه وسلم أو اشتراه منه صلى الله عليه وسلم، فدلنا ذلك على أن الرهن باقي الحكم. ولكن هذا الرهن له شروط متعلقة به، وكثير من الناس يخطئ فيه أخطاء متعددة، ولذلك فإن معرفة أحكام الرهن مهمة، فإن بعض خطأ الناس في الرهن يوقعهم في جرم عظيم، ليس بطلان العقد فقط، بل يوقعهم في صيرورة العقد عقد ربا. ولذلك معرفة أحكام الرهن مهمة جدا، لكي لا تقع في اللعن العظيم وهو اللعن بالربا، فانتبه لأحكام الرهن. فمن صور الوقوع في الربا ما ذكرت لك سابقا، أن صاحب الدين ينتفع بالرهن في غير ما أذن بالانتفاع فيه، فيكون هذا منفعة تابعة للقرض فيكون ربا وهو محرم. نعم. قال: يصح بشروط خمسة، كونه منجزا وكونه. نعم، قال الشيخ: يصح بكونه بشروط خمسة. دائما حصر الشروط والأركان والواجبات، هذه قاعدة عند أهل العلم دائما، إنما يكون سبب حصرها بالخمسة إنما دليله الاستقراء، فالفقهاء استقرأوا النصوص الشرعية والمعاني المرعية فوجدوا أنه لا يصح الرهن إلا بخمسة شروط. قال: أولها كونه منجزا. معنى كونه منجزا أي الآن وليس معلق، الضد المنجز المعلق. والعقود ثلاثة أنواع: عقود يصح تنجيزها، وعقود لا تصح إلا منجزة، عقود يلزم تنجيزها ولا تصح معلقة، وعقود يصح تنجيزها وتعليقها، وعقود لا تصح إلا معلقة كالوصية. فالوصية والتدبير وهو المدبر، أصلا المدبر لا يكون إلا معلقا على الوفاة، إذن فهناك عقود لا تصح إلا منجزة. انتبهوا معي، وفقهاؤنا على المشهور يقولون إن البيع وتوابع البيع لا تصح إلا منجزة، لا يصح البيع إلا منجزة، وتوابعه كالرهن لا يصح إلا منجزا. قالوا: لأن تعليق البيع يخالف حقيقته، فيقلبه من كونه بيعا إلى كونه وعدا، والوعد ليس بملزم والبيع ملزم. هذا كلام. إذن فقوله في الرهن: رهنتك داري إن اقترضت منك المال، يقولون لا يجوز. أو رهنتك داري إذا اشتريت منك البيت بثمن مؤجل، لا يجوز، بل يجب أن يقول رهنتك الدار عند وقت التعاقد لا عند تعليق العقد. وهذا مبني على الخلاف هل يصح تعليق العقد، والجمهور على أنه يجب أن يكون منجزا. نعم. قال: وكونه مع الحق أو بعده. قوله وكونه مع الحق أو بعده أي لا يصح أن يكون متقدما عليه ولو كان في مجلس التعاقد، لأن هناك قاعدة كلية متفرعة عن قاعدة أخرى، فإن من القواعد الكلية وسماها السبكي أو السيوطي بالكلية، نعم سماها بالكلية، وهي أن التابع تابع، تفرع عن هذه القاعدة أن التابع لا يتقدم على متبوعه، التابع لا يتقدم على المتبوع، فالرهن تابع فلا يتقدم على متبوعه. هذا معنى قولي وكونه بعد الحق أو بعد. نعم. وكونه ممن يصح بيعه. وكونه ممن يصح بيعه أشمل من قوله وكونه ممن يصح تبرعه، فيصح الرهن من المحجور عليه فيما صح بيعه فيه، ويصح من المأذون له فيما صح بيعه فيه. نعم. وكونه ملكه. وكونه ملكه أو ملكه، فإنه يصح ضم الميم وكسرها، فالوجهان صحيحان في اللغة، فذلك ما تقوله أنت أو أقوله أنا فوجهان، وكل هذه الأوجه جائزة، بل إن بعض الكلام يكون مثلثا، وقد جمع ابن مالك كتابا في المثلث أسماه إعمال الكلام في المثلث من الكلام. نرجع لكلام إعلام الأعلام في المثلث من الكلام. لا بد أن لا يرهن المرء إلا ما كان في ملكه. لما؟ لأنه قد يترتب على الملك نقل الملك ببيع العين، فحينئذ لا يجوز للمرء أن يبيع ما ليس في ملكه، فلا بد أن يكون في ملكه. نعم. قال: أو مأذونا له في رهنه. قال: أو أن يكون مأذونا له في رهنه، لا بد أن ينص عليه بالرهن، فيكون كالمأذون له في البيع، لأن النائب يقوم مقام الأصيل فيما أذن له به.
قال وكونه معلوما جنسه وقدره. قال وكونه معلوما جنسه وقدره وصفته. نعم قال لابد أن يكون معلوم الجنس، وعرفنا ما هو الجنس الذي يكون له اسم يخصه، وأن يعرف قدره أي كميته وصفته التي يتميز بها عن غيره إن لم يكن معينا بالنظر والمشاهدة أو الاسم. لما قال ذلك؟ لأنه قد يترتب على عدم الوفاء بالدين قد يترتب عليه بيع العين المرهونة، فإذا لم يكن معلوما فإنه يكون مجهولا، فقد يكون حينئذ من الغرر البين. نعم قال وكل ما صح بيعه صح رهنه إلا المصحف. إلا المصحف، يقول المصنف إن كل ما صح بيعه صح رهنه، وهذه قاعدة استثني من ذلك أمر أو أمران، منها المسلم فيه ومنها والصحيح أنه يجوز بيعه، والمصحف. المصحف اختلف أهل العلم في جواز بيعه، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا أعلم في بيع المصحف رخصة، أي لا أعلم عن الصحابة رضوان الله عليهم في بيعه رخصة، لأن المصحف وإن كان رقا وورقا إلا أنه عظم بكتابة ما بعظم ما كتب فيه وهو القرآن، ولذلك فهم منه الفقهاء أنه إجماع متقدم على عدم جواز بيع المصحف، فالمصحف لا يجوز بيعه ما دام القرآن مكتوبا فيه، وأما إذا محي القرآن فإنه قال بعض أهل العلم إنه يجوز. استثنوا من ذلك صورة واحدة، وهي ماذا؟ وهي عند الحاجة إليه، فيجوز شراؤه عند الحاجة إليه، يجوز شراؤه عند الحاجة إليه، فمن احتاج المصحف يجوز شراؤه له بذلك، وأما بيعه فيقول لا يجوز، لكن من دخل عليه بثمن الكتابة فيبيعه بثمن الكتابة والنقل ولا يزيد عليه. الرواية الثانية ومشى عليها جمهور العلماء وكثير من المتأخرين أنه يجوز بيع المصحف مطلقا، وبناء على ذلك فإنه على القول بجواز بيع المصحف مطلقا أو عند الحاجة فإنه لا يجوز رهنه، لأن في ذلك إهانة له، هذا من جهة. نعم قال وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه. نعم هذا بدأ يضرب الشيخ أمثلة لما لا يصح بيعه، فإنه لا يصح رهنه إلا لما استثني بعد قليل. قال إلا الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع، وتكلمنا عنها قبل الصلاة، فإن الثمرة لا يجوز بيعها قبل بدو الصلاح إلا في ثلاثة مواطن، مع أصلها ولمالك أصلها وبشرط جزها في الحال. والزرع قبل اشتداد حبه. نعم لا يجوز بيعها في غير المواطن الثلاثة، لكن يجوز رهنها لأن الرهن يكون متأجلا بيع العين. قال والقن دون رحيمه المحرم. يقول يجوز بيع القن دون رحمه المحرم، يجوز نعم لا يصح بيع القن لمن ملكه، من ملك رحمه فلا يجوز له بيعه كأم الولد، أم الولد لا يجوز بيعها، لكن هل يجوز رهنها؟ يقول لا يجوز، نعم يجوز رهنها في هذه الحال. نعم قال ولا يصح رهن مال اليتيم للفاسق. نعم ولي اليتيم الذي يكون دون القاصد يجوز له أن يرهن المال اليتيم لمصلحة اليتيم، كأن يأخذ له قرضا لينفق عليه أو ليتاجر له به ونحو ذلك، فيجوز له أن يرهن ماله، لكن لا يرهن ماله لفاسق بأن يكون المقرض فاسقا، لأن الفاسق ربما جحد الوفاء فيباع مال اليتيم، فيكون هذا من باب النظر الأصلح لليتيم. انتهى الوقت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن فإن قبضه لزم. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيكمل المصنف رحمه الله تعالى الحديث عن أحكام الرهن، وفي هذا الفصل ابتدأ المصنف فيه الحديث عن لزوم الرهن وجوازه، فبين في أول جملة منه أن الرهن يكون جائزا ما لم يقبض، فإن قبض صار لازما، ولذلك قال وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن، لأن الجواز معناه جواز الرجوع من كلا طرفي التعاقد، أي من الراهن والمرتهن معا، فيجوز لكل واحد منهما الرجوع فيه، وهذا معنى الجواز. وأما إن قلنا باللزوم فإنه يكون لازما في طرف الراهن، وأما المرتهن فلا شك أنه جائز له في كلا الحالتين، لأن الحق له ويجوز له أن يسقط حقه. إذن نعلم من هذه الجملة
أن لزوم الرهن إنما يثبت بالقبض، إنما يثبت بالقبض. وقد تقدم معنا في باب البيع صفة القبض كيف تتحقق، وأن القبض يكون بكيل المكيل ووزن الموزون، وأما المعدود والذي يتناول باليد فيكون بتناوله باليد، والعد والمعدود بعده، والمتناول باليد يكون بتناوله باليد، هذا هو القبض. إذن يقول الشيخ: وللراهن الرجوع في الرهن ما لم يقبضه المرتهن. أي قبل القبض يجوز للراهن الذي عليه الدين أن يرجع، بمعنى أنه يجوز له أن يتصرف في العين ببيعها وبنقل الملك فيها، بل ويجوز له إتلاف عينها، يجوز له ذلك. فإذا أتلف العين المرهونة، أو نقل الملك فيها، فإنه حينئذ لا يلزمه أن يأتي ببدله ما دام قبل القبض، لأنه يجوز له الرجوع، فيكون له حق الرجوع في عقد الرهن بالكلية بإتلاف أو بغيره. قال: فإن قبضه، أي فإن قبض صاحب الدين وهو المرتهن، قبضه أي قبض العين المرهونة، لزم، أصبح العقد عقدا لازما. ويترتب عليه أولا أنه لا يجوز للراهن إذهاب عين الرهن لا ببيع ولا بإتلاف كأكل ونحوه، لا يجوز له ذلك. فإن فعل بعد القبض فأتلف العين، لزمه أن يأتي ببدله. ولذلك يقول المصنف: فإن قبضه لزم، أي لزم الرهن في حق الراهن فقط، لأن المرتهن كما ذكرت لكم الحق له، فيجوز له إسقاط هذا الحق وقت ما شاء. قال: ولم يصح تصرفه فيه بلا إذن المرتهن، لا يصح له التصرف فيه بنقل ملك ولا غيره، قال: إلا بالعتق، وهو العقد الذي يجوز فيه نقل الملك بنقل ملكه، فيكون حرا حينئذ، فلا يكون له ملك آدمي. قال: وعليه قيمته مكانه، إذا اعتقه فعليه بدل منه، فتكون رهنا. معنى هذا الكلام بالمثال، إذ بالمثال يتضح المقال: زيد أقرض عمرا مبلغا، إما على سبيل القرض أو هو دين بسبب عقد بينهما كبيع ونحوه، فقال: أريد منك رهنا. ما هو هذا الرهن؟ قال: أريد منك قلمك، أو أريد منك سيارتك، هي الرهن. قال: طيب. قال: رهنتك سيارتي أو قلمي أو هاتفي أو غير ذلك من الأعيان، ولكن هذا صاحب الدين لم يقبض العين المرهونة، نقول يجوز الرجوع في الرهن من قبل الراهن الذي عليه الدين، فيجوز له بيعها، ويجوز له إتلافها، ويجوز له أن يرجع فيها من غير بيع ولا إتلاف، فيقول: رجعت، لأنه في حقه عقد جائز. فإن قبض العين المرهونة، وقبض العين المرهونة يختلف، إما بتناول باليد أو بكيل أو بتخلية، كما مر معنا في باب البيع على سبيل التفصيل في صفة القبض، فالأرض يكون بتخليتها يسمى قبضا. فإن قبضها حينئذ ينبني عليه حكمان: الحكم الأول أنه لا يصح التصرف، فلو باع مالك الأرض أو السيارة العين فإنه لا يصح تصرفه فيه ولا يجوز، لا يجوز ولا يصح، لأن عدم الجواز في العقود يؤدي إلى عدم الصحة فيها، فلا يصح التصرف فيه، وبناء عليه يجوز له أن يرجع، أن يأتي صاحب الرهن فيبطل، فيقول: بل العين مرهونة، فيبطل عقد بيعها. الأمر الثاني أنه إذا أتلفها أو تصرف فيها بعتق، وهذا خاص بعتق العبد، فإنه يلزمه بدلها، يأتي ببدله، ببدل العين المرهونة بقيمتها وبصفتها، يجب عليه ذلك. وقال بعض أهل العلم الذين تجوزوا في جواز البيع، قالوا: يكون ثمنها في يعني يكون ثمنه هو الرهن، هذا لمن أجاز البيع، لكن يقول البدل يكون هو الباقي، ولكن المشهور مذهب ما ذكرت لكم قبل قليل. نعم. قال رحمه الله: وكسب الرهن ونماؤه رهن، وهو أمانة بيد المرتهن. نعم، قال: وكسب الرهن ونماؤه رهن، لأن التابع تابع، فلو أن امرأ ارتهن شاتا
فنماء الشاة المتصل بها والمنفصل يكون كذلك رهنا، فالمتصل كالصوف والسمن والمنفصل كالولد، فإن هذا النماء المتصل والمنفصل يكون تابعا، إذ التابع تابع، ومثله يقال في ثمرة البستان ونحوه إذا كان الشجر هو المرهون. نعم. قال: وهو أمانة بيد المرتهن لا يضمنه إلا بالتفريط. قال: وهو أي الرهن أمانة بيد المرتهن، فيبقى في يد المرتهن إن كان تحت يده لا يضمنه إلا بالتفريط، إن فرط بحفظه أو فرط في التصرف فيه فيما لا يؤذن له بالتصرف فيه فإنه حينئذ يضمنه، وإلا فلا. نضرب مثالا للتوضيح أكثر، انظروا معي: زيد أقرض عمرا مالا، فطلب عمرو من زيد رهنا فرهنه سيارته، إلى هنا واضح. ثم قبض عمرو السيارة وهي العين المرهونة، فأصبح الرهن ماذا؟ لازما. هنا أصبح لازما، إذا قبضها بمعنى أنه استلمها لا يلزم أن تكون تحت يده دائما، بل إذا قبضها يجوز أن يجعلها عنده عند صاحبها، سنتكلم عنها بعد قليل في أن الرهن لا يغلق من صاحبه، القبض يكون للحظات أو لزمن يسير، لكن لو قبضها وأبقاها عنده وأبقاها عنده، وليس لازما أن تبقى العين المرهونة عنده، ليس لازما، وسيأتي بعد قليل أن هذا ليس باللازم. طيب، فإن قبضها وأبقاها عنده فإن يده حينئذ تكون يد أمانة، إن فرط في حفظها بأن لم يحفظها في حرز مثلها فجاء سارق فسرقها ضمن صاحب الدين، ضمن العين، أو نقلها في موضع لا توضع فيه عادة، أو مثلا أخرجها معه في الطرقات أيضا لا يجوز ذلك، أو استخدمها، لأنه لا يجوز لصاحب الدين أن يستخدم العين المرهونة. جاء عمرو فأخذ السيارة وقادها لمشوار قريب ولم يخطئ، ولكن جاء شخص وأخطأ عليه، أو جاء شيء من السماء فسقط عليها فأتلفها، يجب عليه الضمان لأنه مفرط، ووجه تفريطه لا أن فعله تفريط، بل لأنه استخدم العين المرهونة فيما لم يؤذن له فيه، لا يحل له أن يستخدم العين المرهونة إلا فيما سيستثنى بعد قليل، وهو الركوب والحلب الدابة فقط. إذن فاستخدام العين المرهونة حرام، لا يجوز استخدام العين المرهونة، وكل نقص يطرأ على العين بسبب الاستخدام فيجب ضمانه، بل ويجب على مستخدمها أجرة المثل، لأن يده حينئذ تنقلب من يد أمانة إلى يد غاصب، فيكون في حكم الغاصب، والغاصب عليه الضمان وعليه أجرة المثل، وسيأتي إن شاء الله باب الغصب. نعم. قال: ويقبل قوله بيمينه في تلفه وأنه لم يفرط. نعم. قال: ويقبل قوله، الفقهاء إذا قالوا ويقبل قوله يعني إذا تنازع الطرفان، دائما إذا تنازع الطرفان فيسمى يقبل قوله ولا بينه، إذن هناك خصومة في التنازع في الوجود والعدم، ولا بد أن لا تكون هناك بينة، يجب، لا يقال، لا يقول الفقهاء ويقبل قول فلان وهناك بينة، فالبينة مقدمة على من القول قوله، وإنما تقدم البينة، فإن عدمت البينة نظرنا من القول قوله، والفقهاء في كثير من المسائل يقولون القول قول فلان أو فلان، ولهم فيها قواعد، فمن القواعد أن كل من كانت يده يد أمانة فإن القول قوله، وهنا الراهن يده يد أمانة كما ذكر المصنف، فطروء التفريط على فعله وعدم طروء ذلك إذا لم توجد عليه بينة فإن القول قوله، لأنه مستأمن على هذه العين، وهذا معنى قوله ويقبل قوله في بيمينه في تلفه وأنه لم يفرط. قوله بيمينه، لماذا قبلناه بيمينه؟ قالوا للاحتمال، لاحتمال التهمة في حقه، لأن دائما اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين إذا وجد معنى التهمة، لابد أن يكون يوجد معنى التهمة ولو يسير، لأن في بعض الأحوال لا نقبل، لا تأخذ اليمين بما إذا لم توجد تهمة على سبيل الإطلاق، أو كانت من الأبواب التي لا تجري فيها الأيمان كالنكاح، ففقهاؤنا لا يرون اليمين تدخل في الأنكحة ولا تجري في الجنايات إلا في القسامة خاصة. قال: فيقبل قوله في تلفها، في تلفه، معنى قوله في تلفه يعني أنها تلفت أو لم تتلف، وأنه لم يفرط، أي ويقبل قوله في المسألة الثانية وأن
لم يحدث منه تفريط، إذن يقبل قوله في حالتين، في وجود التلف وعدم وجود التلف، كأن تكون العين ذهبت فلا يعرف أين هي فيقول والله إنها لقد تلفت، والأمر الثاني أنه لم يفرط في تلفها. نعم. قال: وإن تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق. نعم، هذه قاعدة عند أهل العلم، وهي مسألة تتعلق بأصل مهم في الفقه، وهي يسميه الفقهاء بقاعدة التبعيض. هذه قاعدة التبعيض أشار العلماء رحمة الله عليهم أن معرفتها ينبني عليه العشرات من المسائل، إذ هناك أشياء من الأعيان ومن الأحكام تتبعض، ومن الأعيان والأحكام ما لا يتبعض. هذه مسألة تبدأ معنا من الطهارة إلى آخر أحكام العبادات كالإقرار، فإن الإقرار يتبعض عند بعض أهل العلم وبعضهم لا يبعض الإقرار. الطهارة أين يأتي التبعيض؟ عند ما تكلم العلماء رحمة الله عليهم، هل أعضاء الوضوء تتبعض أم لا؟ في مسألة المسح الخفين، فإنهم قالوا لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، أي أدخل الخفين على طهارة كاملة، طهارة غسل بالماء، فلو أن امرأ توضأ حتى إذا وصل إلى قدميه غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف عليها ثم غسل الرجل الأخرى ثم لبس الخف عليها، فهل نقول إن إدخاله للخف على رجله اليمنى كان على طهارة أم لا؟ هذه مبنية على قاعدتنا، فمن قال إن أعضاء الوضوء تتبعض قال نعم، وهذا الذي مشى عليه الشيخ منصور في حواشي التنقيح، فقال إن الرجل اليمنى ارتفع حدثها، ولكن هذا الارتفاع معلق على تمام ارتفاع كامل الحدث، فحينئذ يصح مسحه، وهو أظهر قولي العلماء في المسألة. ومن قال إن الأعضاء لا تتبعض فإنه يقول لا يرتفع الحدث عن الرجل اليمنى إلا بتمام غسل الرجل اليسرى. إذن هذه القاعدة قاعدة مهمة جدا وكبيرة جدا، حتى قال ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب أظن إعلان الموقعين أو في إغاثة اللهفان نسيت الآن، قال إن معرفة قاعدة التبعيض من دقيق الفقه، أو نحو مما قال رحمة الله عليه، فبين أن هذه من المسائل الدقيقة. على العموم في باب الرهن، الفقهاء رحمة الله عليهم يقولون إن الرهن لا يتبعض، بخلاف الصفقة، فإن الصفقة تتبعض، ومر معنا مسألة تفريق الصفقة، تفريق الصفقة هو التبعيض، وهو تفريق البيع، إذا باع مستحقا وغير مستحق صح في جزئه، أي في غير المستحق دون المستحق. أما الرهن فالعلماء يقولون لا يتبعض، وينبني على أن الرهن لا يتبعض المسألتان اللتان أوردهما المصنف رحمه الله تعالى. أولى هاتين المسألتين أن قال إذا تلف بعض الرهن فباقيه رهن بجميع الحق. زيد اقترض من عمرو 1000، مثالنا الذي سنكرره إلى نهاية الباب، زيد اقترض من عمرو 1000 ورهنه سيارتين، قال هاتان السيارتان أو هذان القلمان رهن، فتلف أحد القلمين، فنقول يبقى الباقي رهن بجميع الدين، ولا نقول بخمسمائة دون الخمسمائة الثاني، بل هو رهن بجميع الدين حتى ينفك الدين كله، وهذا معنى قوله فباقيه رهن بجميع الحق. المسألة الثانية قال ولا ينفك منه شيء حتى يقضى الدين كله، زيد رهن سيارتين 1000 فسدد 500 وهو نصف الدين، ما نقول انفك احدى الرهنين، لا، ما تنفك الرهن عن العينين إلا بسداد الدين كله، لكن لو فرق الصفقة ابتداء فقال سأقترض منك 2000، الألف الأولى رهنها كذا والألف الثانية رهنها كذا، نعم هذه مسألة أخرى، فيصبح عقدين ولا يصبح عقدا واحدا. نعم. قال وإذا حل أجل الدين وكان الراهن قد شرط للمرتهن أنه إن لم يأته بحقه عند حلول الأجل وإلا فالرهن له لم يصح الشرط. نعم، هذه مسألة مهمة جدا وأريدك أن تنتبه معي، لأن كثيرا من الناس يخطئ فيها والخطأ فيها عظيم جدا. كثير من الناس يظن أنه إذا رهن عينا بدين ثم إذا جاء الأجل ولم يسدد ذلك الدين يظن أن العين المرهونة تكون ملكا لصاحب الدين، وهذا من الظن السائد عند كثير من الناس، وهذا الكلام غير صحيح مطلقا، بل لا يجوز ذلك. ما الذي يجب حين ذاك؟ نقول إذا أقرض زيد عمرا 1000، نفس المثال، أقرضه 1000 ورهنه سيارته، ف
فإذا جاء وقت الأجل الذي اتفقوا عليه ولم يسدد الدين الذي في ذمته أو لم يسدد بعض الدين، فإنه يجوز لصاحب الدين، وقلنا يجوز لأنه يجوز له الإنظار فيتأخر، ويجوز له الإبراء، ويجوز له إلغاء إسقاط الرهن، فلذلك عبرنا بيجوز. فيجوز لصاحب الدين وهو المرتهن أن يبيع العين المرهونة التي هي سيارة فتباع، ثم إذا بيعت سدد من ثمنها الدين الألف، فإن زاد شيء عن الألف من يأخذه؟ يأخذه صاحب السيارة مالكها، لا يغلق الدين، لا يغلق الرهن من صاحبه، فيرجع الباقي له. فإن لم يبق شيء، بيعت السيارة بألف، إذن سقطت. فإن بيعت السيارة بدون بأقل من ألف، نقول يسدد بثمانمائة، فيسقط من الدين هذه الثمانمائة، ويبقى في ذمة المدين مئتان بلا رهن، لا رهن فيها، لم يبق فيها رهن. واضح المسألة؟ إذن عند ثمرة الرهن أنه عند حلول الأجل تباع العين المرهونة، ثم إذا بيعت سدد منها الدين، فإن بقي شيء من الدين بقي في الذمة، وإن زاد قيمة العين المرهونة عن الدين فإنه يجب وجوبا رده إلى صاحبه. طيب، فإن كان صاحب الدائن راهن العين قد أذن له ابتداء وقت التعاقد بأن قال له إذا جاء وقت حلول الدين فالرهن لك، لك إما باشتراط أو ابتداء قال ذلك، نقول إن هذا الشرط شرط باطل، شرط باطل، لأنه يخالف مقتضى العقد. وأنا أسأل سؤالا فأجيبوني، ودائم أكرر هذه القاعدة، الشروط الباطلة نوعان: شروط تبطل وحدها دون العقد، وشروط ترجع على العقد بالإبطال. وهذا الشرط من النوع الأول، وهو الشرط الذي بطل وحده ولم يرجع على عقد الرهن بالإبطال. لماذا؟ لها قاعدة في سطر واحد. ما هو الشرط الذي يعود على العقد بالبطلان، والشرط الذي يبطل وحده ولا يبطل العقد من أصله؟ نعم، لا ليس كذلك، سم، فإنه لا، اقلبها اقلبها. الفقهاء يقولون إذا كان الشرط يخالف مقتضى العقد أي ثمرته ونتيجته، فإنه حينئذ يبطل الشرط دون العقد. مثل رجل اشترط على آخر لما باعه بيته قال أشترط عليك أن تسكن هذا البيت، ما يلزمك، لأن يجوز لي أن لا أسكن، يجوز لي أن أبيع. اشترط عليه بعتك هذا البيت على أن لا تبيعه لأحد، هذا البيت غالي علي، لا تبيعه لأحد، أبيع لك فقط. نقول الشرط صحيح، عفوا العقد صحيح والشرط باطل، لأن الشرط زي ما تفضل أخونا يخالف مقتضى أي أثر العقد. لكن لو كان الشرط يخالف حقيقة العقد، يخالف الحقيقة، فإنه يبطل العقد، كأن يكون الشرط يجعل القرض ربا، أقرضتك ألفا على أنه إذا حل الأجل ولم تسددني زدت فيه كذا وكذا من المنافع، فهذا الشرط قلب العقد من كونه قرضا إلى كونه ربا، فخالف حقيقة العقد، صرفه إلى عقد محرم. ومثله يقال في عقد النكاح مثلا، فمن اشترط في عقد النكاح التأقيت، أو اشترط فيه أو علق الطلاق في مجلس التعاقد، فإنه حينئذ ينتقل العقد من كونه عقد نكاح رغبة إلى العقد المجمع على تحريمه وهو عقد المتعة، نكاح المتعة، فحينئذ يكون باطلا. ومثله عند بعض أهل العلم الشغار، وذلك اختلفوا الشعار اشتراط الشغار في عقد النكاح أهو يخالف المقتضى أم يخالف الحقيقة، والتنزيل لبعض المسائل وتحقيق المناط في بعضها أو تخريج المناط في بعضها يكون هو محل النظر عند أهل العلم. لذلك يقول الشيخ لم يصح الشرط وحده، بل يلزمه الوفاء، أي يلزمه الوفاء بالدين وما يتعلق به، أو يأذن للمرتهن في بيع الرهن، يجب عليه أن يأذن المرتهن في بيع رهنه،
أو يبيعه هو بنفسه ليوفيه حقه. يعني معنى هذا الكلام يقول إذا جاء وقت الأجل فكل من عليه رهن إما أن يتولى هو بنفسه البيع، لأنه يعرف أنه إن تولاه غيره قد يكون بخس العين المرهونة حقها، أو يأذن لشخص أن يبيعها عنه، فإن كان غائبا أو أبى فإنه حينئذ يجبر عليه كما قال المصنف، فإن أبى البيع أو أن يوكل أحدا ببيعها حبس أو عزر بسائر سور التعزير التي يرى الفقهاء جوازها. قال فإن أصر باعه الحاكم، وهذه المسألة واضحة جدا ولا إشكال فيها. قال رحمه الله: وللمرتهن ركوب الرهن وحلبه بقدر نفقته بلا إذن الراهن ولو حاضرا. نعم، هذه المسألة هي المسألة التي ذكر العلماء رحمة الله عليهم أنه يجوز الانتفاع فيها بالعين المرهونة ولو من غير إذن صاحب العين. وقد ورد فيها حديث وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: الظهر مركوب بنفقته. فدل ذلك على أنه يجوز ركوب العين المرهونة وهي الدابة التي ينفق عليها، وأما السيارة فلا تركب لأنه لا نفقة عليها. وحلبه أي وحلب الدابة بقدر النفقة. قوله بقدر النفقة ليس معناك أنك تقدر النفقة فتأخذ منها بقدر ذلك، بل إن ذلك من باب التقريب في المساواة، إذ الشرع في بعض الصور من باب التقريب في المساواة جعل معايير مثل هنا في الرهن، فجعل أن النفقة عليها بالإطعام يقابله الركوب وشرب حليبها أو لبنها. ومثله ما جاء في باب في حديث أبي هريرة الآخر حديث المصرة، أن ومر معنا في باب الخيار أن من اشترى شاة مصرة فإنه يردها بعد ثلاث ويرد معها صاعا من تمر، وهذا على سبيل المقاربة لا على سبيل المماثلة، فإن من قال بالمماثلة فيقول إن المماثلة منعدمة، ولذلك رده بعض الفقهاء بحجة أنه يخالف القياس في المماثلة في ضمان المثليات. إذن فقوله بقدر نفقته بلا إذن الراهن ولو حاضرا، أي ولو كان حاضرا ولم يأذن به أو يمتنع أو لم يمتنع، لكن لو كان الذي ينفق على الدابة هو صاحب العين فإنه لا يجوز للمرتهن ركوبها ولا أن يأخذ شيئا من لبنها. نعم. قال: وله الانتفاع به مجانا بإذن الراهن لكن يصير مضمونا عليه بالانتفاع. نعم، يقول وله أي وللمرتهن الذي عنده العين الانتفاع بالرهن أي بالعين المرهونة مجانا. مجانا مفهوم ذلك أنه يجوز أن يأخذها بعوض، يجوز له أن يأخذها بعوض، فمن باب أولى إذا كانت مجانا تجوز، فمن باب أولى أنها تجوز بعوض. قال بإذن الراهن، قوله بإذن الراهن إذا كان إذن الراهن موجودا عند ابتداء التعاقد فإنه لا يجوز يقولون، لأنه يكون من باب الشرط للمنفعة. وأما بعد ذلك فإنه يجوز له الانتفاع العادي دون الانتفاع يعني الانتفاع اليسير دون الانتفاع الزائد لكي لا يكون من باب المنفعة في القرض. نعم. وبعض أهل العلم يقولون إن هذا الانتفاع في العين المرهونة يختلف على حالتين. الحالة الأولى أن العين المرهونة قد تكون في مقابل دين بقرض، وأحيانا قد تكون في مقابل دين لغير القرض، فإن كان الدين لغير القرض جاز الانتفاع بإذن الراهن، وأما إن كان قرضا فلا يجوز ولو بإذن الراهن، فلهم توجيهان في هذه المسألة. نعم. قال لكن يصير مضمون عليه بالانتفاع لأنه انتفع بها، فحينئذ تكون يده ليست يد أمانة وإنما يده يعني يد تعد. نعم. قال: ومؤنة الرهن وأجرة مخزنه وأجرة رده من إباقه على مالكه. نعم، يقول مؤنة الرهن من أكل وشرب ونحو ذلك، وأجرة مخزنه حفظه، وأجرة رده من إباقه إذا كان عبدا قد أبق أو حيوانا قد شرد تكون على مالكه لأنه هو المالك والنفقة تبع للملك. نعم. قال: وإن أنفق المرتهن على الرهن بلا إذن الراهن مع قدرته على استئذانه فمتبرع. يقول إذا أنفق المرتهن على الراهن عفوا على الرهن فإن كان إنفاقه بإذن الراهن فإنه حينئذ يجوز له الرجوع إن نوى إذا كان بالإذن،
وأما إن كان بدون إذن الراهن فله حالتان. الحالة الأولى إن أنفق عليه بلا إذن الراهن مع إمكان استئذانه ولكنه لم يستأذن، فيقولون هذا لا يجوز له الرجوع فيه على سبيل الإيجاب في القضاء، وإنما يكون حكمه حكم التبرع، فيكون بمثابة المتبرع، فيجوز للراهن أن يرد له ما أنفق ويجوز له أن يمتنع من رده. وأما إن لم يأذن الراهن ولم يمكن استئذانه بأن كان بعيدا غائبا في البلد أو بعيدا عن البلد، يفرقون بين الغائب الذي هو في داخل البلد والمسافر والبعيد الذي يكون خارجها، قالوا وأقل البعد مسافة السفر القصير وهي فرسخ كما مر معنا، فإنه حينئذ لا يلزم إذنه، فإذا تبرع فإذا أنفق عليه لا يكون متبرعا بل يجوز له الرجوع فيه، يلزم الراهن برد الثمن إذا حكم القاضي فيه بشرط النية، بشرط أن ينوي الرجوع. نعم. قال رحمه الله: فصل. من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن وأجير ومستأجر ومشتر وبائع وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب وادعى الرد للمالك فأنكره لم يقبل قوله إلا ببينة، وكذا مودع ووكيل ووصي ودلال بجعل إذا ادعى الرد وبلا جعل فيقبل قوله بيمينه. نعم. بين هنا مسألة في قضية من القول قوله في الرد. المسألة السابقة التي تكلم عنها المصنف من الذي يقبل قوله، طبعا إذا لم توجد بينة، دائما خذ قاعدة كلما يقول فيه الفقهاء فالقول قول فلان إذا لم تكن هناك بينات، وأما إذا كان هناك بينات فتساقطت فلها حكم آخر قد أشير لها إن لم أنس هنا لأنها ستذكر معنا في نهاية الباب. هنا المسألة متعلقة بالرد، والمسألة السابقة متعلقة بالتلف. التلف يقبل قول الأمين لأنه مستأمن على العين، وأما في الرد فإن الأصل عدم الرد، فالأصل عدم الرد لأن القاعدة أنه يقبل قول المستمسك بالأصل، هذه القاعدة الثانية في من يقبل في من القول قوله، كل من كان مستمسكا بأصل فإنه حينئذ يكون قوله القول يكون القول قوله. انظر معي، من قبض عينا في رهن أو إجارة أو غيرها ثم ادعى الرد فالأصل أنه قد قبضها، فالأصل أنه قد قبضها، فحينئذ إذا أنكر صاحب العين ومالكها أنه قد استلمها من صاحبها فهو مستمسك بالأصل، وهذا معنى قول المصنف من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن وأجير ومستأجر ومشتر وبائع وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب وادع الرد للمالك فأنكره، أي أنكره المالك، لم يقبل قوله إلا ببينة، أي لم يقبل قول هؤلاء جميعا إلا بالبينة لأن الأصل أنها ما زالت في يده. قال: وكذا مودع ووكيل ووصي ودلال بجعل إذا ادعى الرد وبلا جعل يقبل قوله بيمينه، لأنه في 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 يقبل قوله بيمينه، لأنه في